Muhammad Ali is no question about Muhammad Ali anymore. There are no more Muhammad Ali. There's only one, Larry Holmes. Muhammad Ali, the man who hasn't had a good fight for the last five, the man who hasn't even fought since September 15, 1978. He is to take the task of reproving himself all over again. The man who has helped... في الثمانينات حقبة محمد علي قد اكتملت، وذلك بظهور بطل العالم الجديد شريكه في تدريب سبارينج لاري هولمز. لاري هولمز أصبح الملاكم الأسرع والوحيد الذي استطاع إنهاء النزال مع محمد علي قبل نهاية الجرس وبقرار من محمد علي. لكن ما لا يعرفه الجميع، ماذا حدث قبل 3 أشهر من المباراة؟ ذهب محمد علي لإجراء فحص طبي، ونتائج الفحص بقيت سرية لسنوات حتى عرفها الجميع من بعد. محمد علي يجد صعوبة في لمس أنفه بإصبعه، ويجد أيضا صعوبة في الوقوف على رجل واحدة، وكان كلامه شديد الاضطراب. إنها بداية مرض الباركنسون الذي عانى منه لسنوات من بعد ذلك. عندما واجه محمد علي هولمز في الحلبة بدأ يقول له: أنا سيدك، أنا معلمك، كل شيء وصلت له الآن فهو بفضلي. محمد علي لم يستطع الفوز بأي جولة. هولمز سيطر على الحلبة لنصف ساعة متتالية. بالكاد كان محمد علي يقف. في الجولة الثالثة قرر مدرب محمد علي لرمي المنشفة أرضا، وذلك لإنهاء النزال. وفي نفس الوقت في مكان ما في الولايات المتحدة، وبالضبط في ألباني، كان صديقين شابان يشاهدان النزال، من بينهما شاب ذو 14 سنة، إنه مايك تايسون. عندما كان مايك تايسون شابا قضى معظم وقته في السجن مع السجناء، وفي يوم اجتمعوا في قاعة لمشاهدة فيلم يتحدث عن محمد علي الأسطورة. عند نهاية الفيلم بدأ الجميع بالتصفيق، وفجأة صعد محمد علي بنفسه على المسرح. بدأ يتحدث مع الشباب ولم يصدقوا أنه هو فعلا. عندما رأى مايك تايسون ذلك أيقن أنه يجب أن لا يكون مجرد ملاكم، ولكن أن يكون الأعظم في التاريخ. وفي الصباح بعد خسارة محمد علي من هولمز، اتصل مدرب مايك تايسون كارس دياماتو بمحمد علي هاتفيا وقال له: لماذا تركت ذلك المبتدئ يضربك؟ إنه مبتدئ يا محمد علي، إنه لا شيء. لماذا تركت ذلك المبتدئ يضربك يا محمد علي؟ وهنا مدرب مايك تايسون كارل دياماتو فعل لقطة ظريفة: هاي محمد علي، معي هنا شاب أسود اللون، إنه ما زال صغيرا لكنه سيكون بطل العالم في الوزن الثقيل، اسمه مايك تايسون. أرجوك محمد، تحدث معه وقل له يفعل ما أقول له. وهنا كارل دياماتو أعطى الهاتف لمايك تايسون: أنا متأسف جدا لما حصل معك. أجاب محمد علي: لقد كنت مريضا، لقد أخذت الدواء وقد ضعفني الدواء كثيرا ولم أستطع التحرك، لذلك ربح هولمز. سوف أعود جيدا وسوف أقاتله وأطيحه أرضا. هنا رد تايسون: لا تقلق يا بطل، عندما سأصبح كبيرا سأطيحه أرضا من أجلك وأنتقم لك. بعد سنوات، بعدما تايسون بدأ مسيرته الاحترافية، مدربه كارل دياماتو حدد له هدف: يجب أن تدمر لاري هولمز وتأخذ منه لقب البطل.
إنه لا شيء مقارنة بك. لم يكتب لمدرب تايسون دياماتو أن يشاهد النزال، لقد مات في سنة 1985، لكن تايسون يتذكر جيدا خطة دياماتو، ضربة يمينية قوية مباشرة بعد الضربة بالكوع. هنا جاء وقت النزال بين مايك تايسون ولاري هولمز. لاري هولمز كان شديد الكلام، يسب ويشتم في مايك تايسون، وقد قلل من مايك تايسون كثيرا. Now Holmes has another bad idea, insulting Mike Tyson. I'm going to he go down in history as the SOB. If he do happen to win the fight, destroy yourself. Perhaps the most familiar face, present company included, I think it's fair to say. في غرفة الاستعداد قبل النزال، تايسون مستعد تماما ووضع صوب أعينه تدمير لاري. لقد تحول تايسون إلى وحش. محمد علي كان حاضرا في النزال. لا أحد من قبل استطاع الإطاحة بهولمز بالضربة القاضية، هو بنفسه لا يتخيل هذا السيناريو. Now before the official, I'd like to acknowledge a man here in the ring who is indeed a man on the planet, in the world. In 1974, he again won, and in 1978, he became the only man in heavyweight history to win three world champions. هنا صعد محمد علي الحلبة. توجه محمد علي صوب تايسون وقال له: دمره مايك، دمره مايك. Tyson taking on Larry Holmes here in his 20th defense. What a great cynical matchup. So heavyweight of his generation against Larry Holmes, a master boxer with a great boxing brain of the sport. And as you can see, Tyson starting very. Tyson there rips in. Oh, a nice right there for Larry Holmes. Well, a bit more overall, of course, Tyson's. Oh, good right. Well, Larry Holmes almost saying, just you wait till the next round. Oh goodness, we want a right hand there from Tyson. A left four. Well, he's beaten the count. That was a fit. Well, Holmes is okay. Only Shaver's cracked him as well. How did Holmes beat that one? He's down again. Not too convinced about that particular knockdown, but it may well have been again. And Mike Tyson now, very menacing. Larry Holmes, courage. Pure instinct. Tyson right hand. Oh, and he's got him again. Make your legs here in the fourth. Well, he's not rushing in time. Just picking the right punch. Miss. Oh, awesome. Oh, and he's got again, and the legs get absolutely flattened here in the fourth round. A bevy of punches there from Mike Tyson. Still the undisputed heavyweight champion of the world, but Larry Holmes, they're completely flattened and went the legs. You know it's a bad one. So what on earth to walk into trouble like this? He's getting crowded here. Gave the odds to climb.
إنه كان فوز للجميع، فوز لمحمد علي وفوز لمايك تايسون بنفسه. شكرا على مشاهدة الفيديو حتى النهاية. إذا استمتعت به لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.